بتفاؤل وحماس كبيرين شد وفد شباب بلوزداد رحال نهار الثلاثاء إلى مدينة إفران المغربية لخوض التربص التحضيري الصيفي تحسبا للموسم الكروي الجديد. الرئيس رضا مالك تواجد على رأس الوفد البلوزدادي وأبى إلا أن ينتقل مع فريقه إلى هذا المعسكر لكي يقف على كل صغيرة وكبيرة ويضع لاعبيه في الصورة ويشعرهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ومن جانبه فإن المدرب الفرنسي فيكتور زفونكا متواجد بجانب فريقه وحضر برنامجه الخاص بهذا التربص وينتظر رد فعل إيجابي من طرف رفقاء الحارس ملك عسلة، مع الإشارة إلى أن أبناء العقيبة مباشرة عند وصولهم إلى إفران أجروا حصة تدريبية مساء الثلاثاء قبل موعد الإفطار. وفي مفاجأة غير سارة لشباب البلوزدادي فإن الوافد الجديد بوغروا منع من السفر وتم احتجازه في مطار هواري بومدين من طرف شرطة الحدود بسبب عدم تسويته لوضعيته تجاه الخدمة العسكرية ويضيع بذلك التربص الجديد مع شباب بلوزداد. شوف شغل الجروب هنا كيفاش؟ الجروب كما قلت لك الجروب عندنا بو جروب ان شاء الله كاع ولا 9 مليار ان شاء الله نحطوا كاع اللي نحطوا الجيت في اليد ان شاء الله نديروها بون سيزون. نعم نديروها بون بريباراسيون نخرجوا بيان ان شاء الله نديروها كما بون سيزون ان شاء الله. ان شاء الله بارك ستاج هذا لوكازيون ليكم باش لا كويزيون سيرتو. سيرتو حاجه سير هذه لا كويزيون لازم تكون سيرتو في ستاج هذايا بيسك عندنا ستاج هذايا ان شاء الله مورا كاين ستاج تونس. كيف نقول لك ان شاء الله يا ربي وفقنا ونكونوا قاعدين في الصندوق الجامعي ان شاء الله.